هنا بهذا المقر التاريخي وبين زوايا هذه الجدران يقضي القائد حسام حفيظ جل وقته، يحضر برامجه الكشفية ويجهز أشباله بكل جدية وصرامة. حفيظ حسام، قائد فوج الأمن للكشافة الإسلامية الجزائرية عين بيضاء. النشاطات التي سنقوم بها في هذا الشهر الفاضل، شهر رمضان المبارك، عندنا أنشطة. احنا ككشافة، كفوج الأمن الكشافة، معروفة بالتدخلات نتاعها ومعروفة بالنشاطات نتاعها. عندنا نشاطات خيرية اللي حنقوم بها في هذا رمضان شهر فاضل هذا. حسام جعل من الكشافة الإسلامية ملاذا ليصون مبادئه وأخلاقه ويغلق أبواب الانحراف. يعمل في تكوين الأشبال على قيم الكشافة الإسلامية. المعنى تاع كلمة كشاف اللي هضرنا عليها الخطرة اللي فات، ككريم النفس، شو خلق، ككريم الخلق، شو شريف النفس، ألف الطبع، فصيح اللسان. بارك الله فيك. تفضل عندنا كاين خارطة هنا الكشافة، لازم تطابق فيه هذه الصفات هذه اللي هي كا كريم الخلق، شا شريف النفس، ألف ألف وطبع فا فصيح اللسان. وعندنا ثاني المبادئ الكشفية اللي تطرقنا عليها ثاني في الخطرة اللي فات، اللي هي التحية الكشفية تاع الواجب نحو الله والوطن، الواجب نحو الآخرين، الواجب نحو الذات. هذه المبادئ اللي تمشي عليها الكشافة، ولازم الكشاف ينطبق فيه هذه الصفات هذه ويمشي ويتقيد بها. نتاعنا الكشافه معروف الاهداف نتاعها هي تربيه النشء، احنا نركزوا دائما على التربيه. تسمى بعيدا هذا كما نقولوا احنا كنا نهضروا على الافطار وهاد الامور الخيريه ولا توزيع كما نقولوا احنا هاد الافرشه، هذا عباره عن امورات خيريه. على النهج السليم يسير حسام حفيظ في أداء واجبه الكشفي وتقديم بصمته الخاصة داخل مدينته عين البيضاء وفي وسط المحيط الكشفي.